زين، اريد اعرف من عندك هسه هذا، ما راح اوجه لك السؤال، اريد عامة شنو قصة البلوجرات والفاشينيستات بالمسلسلات بسنة 2024؟ من حقهم عندهم طموح. لا، شنو قصتهم؟ ليش ظهورهم قوة وهم ما عندهم تمثيل، ما عندهم اي شيء يدل على انه هي تستحق تصير ممثلة؟ شوف، هذه هواي بها اسباب. يعني اولا تشجع انت ام لا؟ انا بالنسبه لي اذا كانت اكو يعني عندها موهبه، اذا عندها موهبه اي، بس اذا ما عندها موهبه لا. شنو موهبتها برايك؟ شلون تكتشف موهبتها؟ ليش قاموا يختارون اللي حسابها قوي تجي تمثل، اللي حسابها مو قوي ما تجي تمثل؟ مو قلت لك هذه راح نرجع اكو موضوع راح نرجع نحكي انه اكو ناس تستغل هذا الشيء، استغلال عن طريق مثلا يقول لك انا هذا وجه جديد اجيبه استغله، انطيه شخصيه رئيسيه ما يكلفني. ما يكلفني حتى ما ينطي اجور هوايه. طبعا ما يجوز حتى ما ينطي اجور. او ينطيها بس اجور مال الملابس. واكو ناس لاشياء اخرى ما اريد نذكرها. مثلا ما ادري انت لا ترجيني. لا، احنا بدنا نحكي طبيعي، هذا شغل. لا احنا بدنا نحكي، انا احكي لك اذا احكي الواقع شويه يكون يعني الناس تزعل من عندك كلمه الحق. ما بدنا نشخص احد، احنا بدنا نحكي عامه. اي انا ما يعني باعي، انا اليوم اكو بيهم الجيد واكو بيهم الغير جيد. اكيد اي اكو بيهم تستحق واكو بيهم ما تستحق. واكو بيهم انا على صعيد الشخصي اباوع اقول هذه لا بعد بدت سمعتها. يعني انا اقول لك انا مو معناتها انه انا لا اكو باعمالي لا جبنه. بس وين جبنه بالدور اللي هو المناسب لها لشخصيتها. زين، يعني اكو ناس يجيبوهم وكانوا علاقات اصدقاء. اكيد اي، فهذا مو الكل ترى. حتى لا احد جبته بيوم من الايام بمسلسل من مسلسلاتك، انت جبت فاشينيستا او بلوجر؟ اي، بس من نحتاج بالدور نفسه. يعني الدور انه لازم تأدي فاشينيستا. ليش تجيبها مشهوره؟ ليش ما تجيبها انسانه طبيعيه وعاديه؟ اي بس اساليني مثلا هي جت ايش قد مثلا. اني ما أسأل. لا دا اقول لك انا، انت تساليني. انا اريد اعرف ليش جبتوها مشهوره. ليش جبناها مشهوره؟ بالضبط. مثلا اوكي هي تمثل، صح اوكي تمثل، بس مساحتها ايش قد اخذتها؟ خلينا نقول دقيقتين. اي دقيقتين. دقيقتين اطلع بيها شخص عادي. ليش انسان مشهور؟ عاد تسوي ميوت. ليش انسان مشهور؟ اني لا مو مشهور باعي، يعني انا صدقيني، انا مثلا من عندي عمل بنجوم. يعني انا مثلا هل انا معتمد على مثلا تجيني بلوجر او فاشينيستا عندها ما اعرف وجوز نصه وهمي، وانا متاكد وهمي، ها؟ انه هذا اللي الوهم اللي موجود والرقم اللي موجود مثلا، هل انه هي راح تضيف لي بهاي الدقيقتين؟ لا، استحاله. انا اقول لك هذه لانه ظهور، ترى الظهور بمسلسل دراما مثلا ب 1200 مشهد وتطلع بمشهد واحد، هذا ما يعتبر ظهور. ثم اكو شغله ثانيه انه الممثلين الفنان اللي حتى عنده اسم ما يقبل يجيك بمشهد واحد او مشهدين او حتى خمس مشاهد او حتى من مشاهد. يعني هذا الا اذا تجين فنان في الدور، شلون اقول لك اياها مثلا، يعني حتى مو ثاني ولا خامس. من يجي زين، شلون انا مثلا محتاج هيجي فنانه ولازم يكون شويه شكله حلو مرتب يعني، وهذا ما اقدر اجيب انا اي وحده. لازم هي شخصيتها مثلا فاشينيستا، شخصيتها واحد شافها عجب بيها